من اليوم وصاعدا. بات السوق من خلال الطلب والعرض هو المحدد الأساسي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. هذه العملية المسمى تعويم وأحيانا تحرير جاءت للقضاء على فرق السعر الكبير بين سعر الدولار في البنوك الرسمية وسعره في السوق السوداء. من منظور البنك المركزي المصري تساهم هذه الخطوة من الحد من تآكل احتياطي العملة الأجنبية والقضاء على تراكم الطلب عليها وبالتالي ظهور سوق موازية لسعر الصرف. أزمة الاقتصاد المصري تفاقمت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مع الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها الإقليمية. عزز الأزمة انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. هذه التوترات وتحول السفن بعيدا عن قناة السويس هي بلا شك أحد أسباب شح العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة، ونتيجة لذلك أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات، وما انعكس سلبا على الاقتصاد المصري. وفي هذا الصدد قالت ستاندرد أند بورز جلوبال بطبع هي وكالة التقييم أن مصر تواجه وتيرة انكماش هي الأكثر حدة لسببين: تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب حرب إسرائيل على غزة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية المتراكمة. إذن لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة دكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد في جامعة النيل. مرحبا بك يا دكتور مدحت. أريد أن أسألك يعني مسألة تعويم أو التحرير. هناك اقتصاديون يقولون هذه مرتبطة بمن مسألة الاستيراد والتصدير، عندما تكون أو إصدار التصدير في الداخل في داخل أي دولة أكبر من مسألة الاستيراد يكون التعويم ومنعكسه إيجابي، ولكن على مصر لا ينسحب هذا. طيب، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا بي. مسألة التعويم الحر هي مسألة مستبعدة ولم ترد حتى في النصوص الحديثة لصندوق النقد الدولي. كل ما تحدث عنه الصندوق في مراجعاته كلها الأخيرة كان يتحدث عن نظام سعر صرف أكثر مرونة. حتى ميلتون فريدمان نفسه الأكثر مناداتا في العالم الأشهر في مناداته بتحرير سعر الصرف تراجع في فترات من حياته حديثة يعني أخيرة، تراجع عن المناداة بهذا في حالات معينة ومنها تشيلي على سبيل المثال، وقال أن هناك نظم لا يمكنها أبدا أن تحرر سعر الصرف. لماذا نطلب سعر الصرف؟ لماذا نطلب الدولار الأمريكي؟ نطلب الدولار الأمريكي كطلب مشتق على الطلب على واردات والطلب على سداد التزامات ومنها الديون التي تأتي لعلاج الخلل الهيكلي في الاقتصاد اللي هو العجز الداخلي، عجز الموازنة العامة المزمن، وعجز خارجي اللي هو عجز ميزان المدفوعات الذي يعني أخطر تجلياته عجز ميزان التجارة بشكل أساسي. طيب، يبقى أنا بحتاج الدولار من أجل أن أوفر يعني هذه الالتزامات وأوفر حصيلة تفي بهذه الأغراض. هل لدي واردات او هيكل واردات مرن يعني مزيد سعر الواردات اقدر ما اشتريش واردات واقلل واردات؟ ما اقدرش، لان 75% من وارداتي هي سلع اساسيه ومدخلات انتاج، وبالتالي لما حصل شح دولاري كبير انعكس بشكل كبير جدا على التضخم وتسبب في ضغوط تضخميه نتيجه ان المعروض السلعي والخدمي قل، وبالتالي ارتفعت اسعار السلع بشكل كبير فضلا طبعا عن الضغوط التضخميه الناتجه عن الطلب الاضافي بسبب يعني موجات الهجره الاخيره، وفضلا عن الطباعه المستمره في البنكنوت لتلبيه احتياجات الحكومه. طيب يبقى احنا هنا اتفضل. طيب مساله التحرير الان والتعويم هي تحرير كامل؟ هناك يعني حالات كانت الناس يعني تتابع فيها بان التحرير منضبط وليس كاملا كما حصل اليوم. تحريرا مضارا ممكن اول ايام او اول يوم يكون في نوع من انواع الجلسات الاستكشافيه بنفس المنطق بتاع الاسهم اللي بتطرح لاول مره في البورصه، جلسه استكشافيه نستكشف فيها السعر، وممكن يكون هدف البنك المركزي تعويض جانب من خسائر تعويض البنوك عن جانب من خسائرها نتيجه انها كانت عماله تدعم الدولار ابو 30 وكانت الناس بتجيبه ب 50 او ب 60، فبتحاول تعوض البنوك النهارده بان هي تشتغل بسعر باعلى سعر ممكن. لكن اعتقد ان البنك المركزي سيعود الى جاده السعر ما سماه. طيب السوق المصري يتحمل هذا التحرير الكامل؟ ما انا بقول لحضرتك هذا ليس تحريرا كاملا، هذه فتره استكشافيه، سيكون هناك ربطا مرنا ما يسمى بالربط المرن اللي هو الربط في حدود معينه، حدود سعريه معينه، و
في وجهة نظر يعني، وسيكون هناك يعني حالة من المرونة لدى توافر الحصيلة الدولارية التي تسمح بالمرونة عند السعر الذي يمكن الدفاع عنه. يعني طيب، لو السعر ده 38 هيبقى 38، لو السعر ده 48 هيبقى 48. طيب، دي حاجة يعني مرتبطة بمعادلات ومرتبطة يعني استطلاعات. في 2003 يا دكتور كانت هناك تجربة، يعني حينها بات هناك إقبال على القطع الأجنبي، البنك المركزي والبنوك لم تستطع أن تؤمن هذه الحاجة، وبالتالي عادت حليمة إلى عادتها القديمة. ما الذي يجعل السوق الآن أكثر حماية؟ هل ثمت عناصر قوية لدى الحكومة كي تقدم على هذه الخطوة؟ وماذا عن الأسعار بالنسبة للمواطن المصري؟ هذه المرة يجب ألا نكتفي بالسياسة النقدية فقط، هناك أزمة في الاقتصاد الحقيقي زي ما قلت لحضرتك. أنا بحتاج الدولار لأسباب هيكلية، لو قدرت أن أنا بشكل تدريجي أتخلص من احتياجي المغالى فيه للدولار نتيجة مثلا إحلال محل واردات وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الإنتاجية للقطاعات الرائدة وقطاعات الأكثر تشابكا وحاجات كتير جدا كنا عمالين نقولها، دي حاجات مهمة جدا. السياسة المالية محتاجة أنها تقلل الإنفاق بشكل كبير، تخفض من الإنفاق الاستثماري بشكل الأسعار عادي. سريعا الأسعار ستتأثر طبعا بموجات تضخمية نتيجة التحرير، ولذلك كان هناك رفع بست ست نقاط مئوية يعني 600 نقطة أساس، دي بتمتص فائض السيولة فضلا عن الشهادات اللي طرحت ب 30% متناقصة، فضلا عن إجراءات اللي هتقوم بيها الحكومة لما تقلل الإنفاق، وبالتالي هتقلل الضغوط اللي هي من جانب الطلب بشكل أساسي على اللي بتتسبب في الضغوط التضخمية. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد في جامعة النيل على كل هذه التفاصيل.